في الشأن العربي والدولي، صنف وزراء الداخلية العرب ميليشيا حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، واتهموه وإيران في البيان الختامي بالسعي لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية، فيما خالف الإجماع العربي على البيان كل من لبنان والعراق. وقال وزراء الداخلية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم الذي اختتم أعماله في تونس أمس إن ممارسات إيران وحزب الله تستهدف الاستقرار في دول عربية وفي مقدمتها البحرين، مطالبين في الوقت ذاته بإطلاق سراح القطريين المخطوفين في العراق. جاء ذلك غداة قرار مجلس التعاون الخليجي بإدراج ميليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية لدورها في إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. الدورة 33 لاجتماعات وزراء الداخلية العرب والذي عقد بتونس حمل جديدا هذه المرة بعد أن وصف بيانه الختامي حزب الله بالإرهابي واتهام إيران بالسعي لزعزعة الاستقرار في الدول العربية وفي مقدمتها البحرين. بيان وزراء الداخلية العرب هذا كان الأول من نوعه منذ تأسيس الحزب في العام 82 و900 ألف من القرن الماضي، الأمر الذي يؤشر لمرحلة جديدة من التعامل السياسي والاقتصادي مع الحزب من قبل الدول العربية، والتي قد تتطور إلى عقوبات بدأتها بالفعل الدول الخليجية. إننا لم نتدخل بشأن أحد، ولكننا لن نسمح بأن ينتهك أمننا وتسلب عروبتنا، وسنحمي مجتمعنا من أي معتقد مذهبي مبتدع من كل أشكال الولاءات الخارجية مثل ولاية الفقيه. موقف الوزراء العرب اعترض عليه وزيرا الداخلية العراقي واللبناني، فالأول علل اعتراضه وانسحابه بأن الاجتماع كان لمناقشة خطط التصدي للإرهاب وتنسيق الجهود لا لخدمة أطراف معينة. أما الوزير اللبناني نهاد المشنوق فقد عد اعتراضه على وصم حزب الله بالإرهاب صونا للمؤسسة الدستورية في لبنان والتي يشكل الحزب جزءا منها، ملقيا تبعات ما يجري على سياسات إيران العبثية في المنطقة في محاولة كانت أقرب لمسك العصا من المنتصف وفق المحللين. ساعات سبقت البيان العربي كان يتلى فيه بيان خليجي يحمل المعنى نفسه والتوصيف ذاته، يشخص الحزب وقادته وفصائله وتنظيماته كإرهابيين، ما يؤشر لمرحلة ارتدادات سياسية خصوصا على الداخل اللبناني وتغير في الخط البياني للسياسة العربية التي بدأت تستوعب المشهد الطائفي الذي رسمته السياسة الإيرانية في المنطقة العربية بحسب مراقبين. سياسة حزب الله الذي يتبع فكريا وعقائديا لولاية الفقيه في إيران وفق أبجدياته ومبادئه المعلنة هي التي أدت إلى تصنيفه خليجيا وعربيا كمنظمة إرهابية، سياسة تمثلت في دعمه العسكري واللوجستي لحلفائه في سوريا والعراق واليمن، وانتقاد زعيمه المستمر لسياسات الدول الخليجية عموما والسعودية بوجه خاص، وأثره السلبي تجاه العملية السياسية بعد أن أسس لدولة داخل أخرى تسمى لبنان. وللحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد طارق شندب الأستاذ في القانون الدولي. مرحبا بك دكتور طارق. يعني برأيك ما ستكون تداعيات هذا القرار من وزراء الداخلية العرب على الوضع في لبنان بشكل خاص، خاصة مع امتناع لبنان عن التصويت لهذا الموضوع باعتبار أن حزب الله هو مكون من مكونات الشعب اللبناني؟ يعني هذه المرة الثانية التي يخرج فيها لبنان للأسف عن الإجماع العربي. خرج سابقا وزير الخارجية عندما لم يدن الاعتداء الإيراني على السفارة السعودية في طهران، والآن سمعنا كمان وزير الداخلية بأسباب واهية. وزير الداخلية اللبناني يعرف حق المعرفة وبالأدلة أن حزب الله مارس إرهابه ليس في السعودية فقط وليس في سوريا وليس في اليمن فقط، وإنما داخل لبنان. حزب الله بالصوت والصورة متورط بعمليات إرهابية داخل السعودية، داخل الكويت، داخل اليمن. هو
يفتخر بأنه يذبح الشعب السوري ويشارك نظام بشار الأسد إجرامه. هو مارس الإرهاب وما زال يمارسه على الشعب اللبناني. نعم. في 7 أيار 2002 قتل 65 لبناني بدون أي سبب. رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري التي أنشأ مجلس الأمن محكمة خاصة له من أجل اغتياله بجريمة إرهابية كبرى وصفها مجلس الأمن متهم فيها 5 من عناصر حزب الله. تداعيات هذا القرار خطيرة جدا على الوضع الداخلي اللبناني. ما هي هذه التداعيات خاصة بعد امتناع السعودية عن تمويل الجيش اللبناني؟ ما هي الخطوة القادمة التي ستقوم بها ربما الدول العربية غير يعني الوضع المتردي في الداخل اللبناني مع الأزمات الكثيرة؟ يمكن أن نقرأ عدة تداعيات. أولا على المستوى الأمني والقضائي أن تتم ملاحقة ومحاكمة هؤلاء المتورطين أمام القضاء الدولي أو أمام القضاء المحلي في دول الخليج، وأنا أعتقد على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى ملاحقة هؤلاء المجرمين حتى لا تعطي مجالا للمحاكم الأخرى لملاحقتهم. ثانيا على المستوى الدبلوماسي يمكن أن تقوم دول الخليج كلها بقطع علاقتها مع لبنان، وعلى المستوى الاقتصادي الكل يعرف المساعدات الخارجية للبنان والاستثمارات السعودية والدعم السعودي المالي للبنان. هذا الأمر كله يمكن أن يرتد على الوضع الداخلي الاقتصادي اللبناني، وهذا يؤثر على كل اللبنانيين بالإضافة إلى مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون في الخليج والمهددون بالطرد. إذن حزب الله لا يجر فقط الوبال على نفسه، لا يمارس الإرهاب هو فقط ضد الشعوب العربية، إنما يمارس إرهابه أيضا ضد اللبنانيين. هو يجر الوبال على كل اللبنانيين، هو يسيء إلى سمعة لبنان الخارجية، هو يسيء إلى كل اللبنانيين في الاغتراب سواء في الخليج أو في أوروبا. وبالتالي إذا لم تتدارك الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني موقفه من حزب الله، على ما يبدو أن الحكومة اللبنانية يا سيد طارق لن تتدارك شيئا، وخاصة مع يعني امتناع وزير الداخلية اليوم عن التصويت. برأيك الكتل السياسية بشكل عام والقوى السياسية الموجودة في لبنان هل ستقوم بتحرك ضد حزب الله بطريقة أو بأخرى لمنع جر لبنان إلى أتون على ما يبدو معارك وحروب دخلتها وأغرقت يعني لبنان بمشاكل لا علاقة لها بها؟ إذا لم تقم الحكومة اللبنانية بواجبها فعليها أن تتحمل المسؤولية، باعتبار أن لبنان يمكن أن يتحول لدولة مارقة نتيجة تغطية بعض السياسيين اللبنانيين لأعمال وإجرام حزب الله. وبالتالي نحن كلبنانيين الكثير بل الأكثرية المطلقة من اللبنانيين يعتبرون أن قرار الحكومة هذا سيء، وبالتالي أن مصالح الناس، أن حياة الناس، أن أمن الناس هو بالدولة. وبالتالي على حزب الله وأن يعرف أن كل اللبنانيين سينتفضون بعاصفة حزم لبنانية لمواجهة إرهابه القائم على القتل والاغتيال والغدر. وبالتالي التحرك اللبنانيين أو سكوت اللبنانيين عن هذا الإرهاب لن يطول أكثر، كما صبر الخليج والعرب على إرهاب حزب الله منذ زمن طويل. نعم. أعتقد ونفذ صبرهم الآن، أعتقد أن نفس اللبنانيين في الصبر قد بدأ ينتهي. نعم. وعليهم أن يتحركوا لكي يحموا بلدهم ويحموا أمنهم من إرهاب هذا الحزب المارق. نعم، شكرا لك الدكتور طارق شندب الأستاذ في القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف.